الأخبار الثقافية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. تم ترشيح العمل الفني قدس أرض الله الطاهرة لمخرجه فؤاد رويسية للفوز بجائزة غصن الزيتون التي تمنح في إطار مهرجان القدس السينمائي الدولي الذي سينظم في الفترة ممتدة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2021 بفلسطين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. العمل الفني والقدس أرض الله الطاهرة يأتي في قالب أوبيرالي ويمثل ثمرة إبداع شارك فيه نجوم الفن والغناء والإعلام من العالم العربي. فمن الجزائر شارك الإعلامي الشهير حفيظ دراجي إلى جانب بعض الأسماء الفنية، وشكلوا جميعا فريقا متكاملا ومنسجما، بالرغم من أن العمل تم في فترة صعبة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن العالم العربي شارك الفنان القدير محمد صبحي من مصر، والمطرب والنجم محمد القيسي من الأردن، والممثلة عباس قدس من تونس، والموسيقار اللبناني طارق بشاشة. ويصور العمل الفني مكانة فلسطين في الوعي العربي، ويحث على التمسك بالقضية الفلسطينية أيا كانت الظروف. وفي الجانب الموسيقي يحمل العمل بصمة فنانين وملحنين منهم الجزائري أمين دهان، ليبقى العمل الفني هذا عربون وفاء للقضية الفلسطينية ودعوة صريحة للتمسك بها. وإلى السعودية، أعلنت هيئة الأفلام السعودية أنها رشحت الفيلم الروائي حد الطار لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي والفيلم تأليف مفرج المجفل بطولة فيصل الدوخي وأضوى فهد وراوية الأحمد. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. مدينة الرياض، وبحضور الشهود المعتبرين شرعا الموقعين. الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي، حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة أفاق السينما العربية، كما عرض في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ومهرجان الأفلام السعودية. وقال مخرج الفيلم عبد العزيز الشلاحي: سعيد وفخور لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي. سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر، وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل. ومن المنتظر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في ديسمبر القائمة الأولية للأفلام المنافسة بهذه الفئة، قبل أن تعلن في فبراير 2022 القائمة القصيرة. ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة 94 لجوائز الأوسكار في 27 مارس من العام القادم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وإلى فرحة الفعاليات الأدبية، عودة النشاط الأدبي من خلال المعارض الدولية التي أقيمت في كل من معرض الدولي للكتاب تونس ومعرض الشارقة، اللذين اعتبر افتتاحية للحياة الأدبية بعد انقطاع حتمي دام أكثر من سنتين بسبب أزمة كورونا كوفيد-2019. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بعد خمود أدبي فرضته أزمة كورونا كوفيد-19، تعود المشاركة الأدبية من خلال المعرض الدولي للكتاب تونس ومعرض الشارقة الدولي للكتاب 2021، حيث يعد فرصة للكاتب والقارئ ليعيش تفاصيل أجواء الثقافة والتفاعلات الأدبية، إضافة إلى أن المعارض الدولية نقطة وصل بين النخب والكتاب والأدباء. تعتبر المعارض الدولية نقطة وصل بين ثقافات ولذة للزائر والقارئ يستحيل الاستغناء عنها. فكيف كانت اللقاءات يا ترى بعد هذا الانقطاع الحتمي الذي فرضته كورونا؟ ولي تفاصيل أكثر تنضم إلينا الدكتورة والروائية والشاعرة ربيعة جلطي عبر الهاتف. صباح الخير سيدتي. صباح الخير، أهلا
شخصية طيبة، شكرا للدعوة، شكرا للبكاء. كنت ضيفة تونس في المعرض الدولي للكتاب، حدثينا أكثر عن ما يحصل وعن المشاركة أيضا الأدبية التي حصلت خاصة بعد انقطاع دام أكثر من سنتين بسبب كورونا. لك يعني الشريط الذي قدم قبل يعني منذ سنتين لم يكن يعني هناك تعديل حقيقي مسار الثقافة، ليست مسألة فقط في العالم العربي ولكن أيضا ولكن في العالم ككل. أنا مثلا شخصيا يعني منذ كما ذكرت يعني منذ شارقة منذ سنتين يعني في يبدو سيدة ربيعة جلطي يبدو الاتصال غير واضح، سنعود لك في وقت لاحق أو في أيامي المقبلة. نشكرك على الاتصال ونذهب إلى إصدارات، حيث أصدر مؤرخا مؤخرا أقول البروفيسور الجزائري عبد الله حمادي كتابا يجمع بين التاريخ والأدب والشعر، وأقول والشعر تناول العديد من تناول المؤلف حيث يتناول فيه الشخصية حيث يتناول فيه تناول فيه أقول شخصية المعتمد بن عباد ملك إشبيلية المثيرة للجدل. المؤلف يسلط الضوء على تاريخ الأندلس في القرن أقول الدكتور حمادي يسلط الضوء على التاريخ الأندلس في القرن الحادي عشر أو ما يعرف بعصر الملوك الطوائف الذي كان بمثابة مفترق الطرق في تاريخ الأندلس، وذلك من خلال سيرة الشاعر والفارس العربي المعتمد بن عماد. الدكتور حمادي سيرة الشاعر والفارس العربي المعتمد بن عباد. الدكتور حمادي الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة مدريد المركزية في تخصص الأدب الأندلسي أراد من خلال الكتاب التركيز على نشأة مملكة إشبيلية. ولتفصيل أكثر عني الموضوع ينضم إلينا الدكتور حمادي. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الأنوار، شكرا على هذا الكتاب الذي تناغمت به وتنعمت به أيضا المكتبة الجزائرية. شكرا شكرا على هذا التقديم، شكرا. العفو، الشاعر المعتمد بن عماد، لماذا هذا الاختيار بالضبط وفي هذا الوقت أيضا؟ المعتمد بن عباد هو مرحلة فاصلة في تاريخ الأندلس، هو يعني جاء لكي يغطي القرن الحادي عشر الميلادي أو ما يسمى في تاريخ الأندلس بمرحلة ملوك الطوائف، أي لما انهارت الخلافة الأموية في الأندلس ثم الدولة العامرية، بعد ذلك تفتت الأندلس إلى أزيد من 20 إمارة وأصبحت في كل منطقة توجد إمارة. من بين الإمارات البارزة في الأندلس كانت إمارة إشبيلية التي يحكمها بنو عباد، هذه الأسرة العربية الأصيلة، ومن بين أمرائها أو سلاطينها المشاهير الشاعر المعتمد بن عباد. وكما تلاحظين في عنوان الكتاب فأني قدمت الشاعر على الملك، لأن كل ملوك الطوائف الآن لا يذكرهم أحد، بقي فقط ما يذكر في التاريخ هو الشاعر المعتمد بن عباد لكونه كان فاعلا في هذه المرحلة الحاسمة التي استفحلت فيها القوى النصرانية الصليبية المسيحية الإسبانية وكادت أن تستولي على الأندلس، بحيث تم استيلاؤهم سنة 1085 على طليطلة، أي إمارة بني جنون إمارة طليطلة وهي وسط الأندلس، وكانوا مقدمين على الزحف للقضاء على الأندلس نهائيا في أواخر القرن الحادي عشر.
لكن الشاعر المعتمد بن عباد تكفل بمبادرة تاريخية لا نظير لها لما رأى نفسه أو رأى الأندلس مهددة بالانهيار والزوال أمام القوة الضاربة القوية المسيحية الإسبانية الاستردادية، فبادر من تلقاء نفسه وبإرادته الخاصة أن عبر بما البحر. أنك سيدي الكريم بما أنك اخترت هذا الكتاب وهو تاريخ لفترة زمنية معينة، هل تعتقد أن القارئ اليوم في عصر الديجيتال مهتم بقراءة التاريخ وقراءة هذه الأدب الثقيل جدا؟ هو من لا يحسن قراءة التاريخ مكتوب عليه بأن يقع في نفس الأخطاء، هكذا كما يقول الحكماء. فالتاريخ هو عبرة، والتاريخ من حين لآخر يعيد نفسه. هل من أسلوب هل من أسلوب يغوي القارئ ويجذب القارئ أيضا لقراءة هذا النمط من الأدب؟ هناك ناس يعني عندهم تقريبا، وخاصة الإرث الأندلسي، هناك دائما وأبدا إقبال عليه سواء من القارئ العربي أو القارئ الأوروبي، لأن مرحلة الأندلس التي دامت 8 قرون هي من المراحل الزاهية في تاريخ البشرية، اتسمت بعاملين أساسيين وجوهريين هما التسامح والتعايش، وهما المبدأان الذي تتطلع إليهما الإنسانية دائما. ففي الأندلس تعايشت الأعراق وتعايشت الديانات في تناغم كبير، فأنجزوا هذه الحضارة الخالدة، حضارة الأندلس التي دامت 8 قرون، والدليل على ذلك مآثرها الرائعة التي لا تزال شاهدة أعيان، مثل قصر الحمراء ومثل مسجد أو جمع الأمويين بقرطبة أو منارة الموحدين. نحن نشكرك على هذا الكتاب القيم، لكن بأسلوب ربما كل كاتب يتميز بأسلوب يستفز من خلاله القارئ، كيف استطاع الدكتور أن يستفز القارئ من أجل أن يذهب إلى قراءة كتاب في التاريخ؟ هو كتاب يجمع بين التاريخ والأدب، لأنني تناولت شاعرا وملكا ورجلا سياسيا، فراوحت بين التاريخ والأدب، وحتى أضع القارئ في الحيز التاريخي لابد من الاستعانة بالخلفية التاريخية، ثم قدمت داخل هذه الخلفية التاريخية رمز المعتمد بن عباد كشاعر إنساني كبير لا يزال إلى اليوم يحتفى به في العالم على أساس أنه يمثل رمزا للجمال وللإبداع، ويكفيه فخرا أنه الملك الوحيد في تاريخ البشرية أن أنشأ وزارة للشعراء وأن يستوزر إلا شاعرا، بحيث أعطى أهمية كبيرة لعالم الإبداع، ولذلك يحتفى به في إسبانيا مثلا، هناك جائزة باسمه كل سنة، جائزة المعتمد بن عباد، تسلم لأحسن ديوان في الشعر في إسبانيا، وكذلك يحتفى به في جنوب البرتغال لأنه ولد في قرية تسمى قرية باجة في جنوب البرتغال، فهي شخصية مستديمة. ثم أن هناك أديبة إسبانية تسمى ترينيداد ميركادير أنشأت مجلة خاصة باسم المعتمد بن عباد على أساس أنه الراعي الأكبر للثقافة وللإبداع وللجمال. هذا ما تبقى تقريبا من تاريخ المعتمد بن عباد، أما كونه كملك ضمن ملوك عصر الطوائف فقد عصف بهم التاريخ وانتهوا وقضى عليهم المرابطون. كل هذا استفزك دكتور لكتابة هذا الكتاب المميز الذي نتمنى أن تكون له مقرؤية واسعة، لكن حينما بدأت الكتاب هل توجهت به إلى النخبة أم إلى القارئ البسيط مثلي؟ لا، هو هذا الكتاب يصلح للقارئ البسيط غير المتخصص، ويصلح أيضا للقارئ المتخصص، لأنه جمع بين جمالين، الجمال الشعر الذي يتميز به المعتمد، وخاصة حياته التي من القصر انتهت به إلى المنفى،
بحيث اكتسب الكثير من المناصرين لقضيته كون أنه استنجد بالمرابطين وأنقذ الأندلس وأعطى للأندلس 3 قرون بمبادرته من الحياة الجديدة، ثم انتهى في مأساة إنسانية كبرى وهو المنفى في جنوب المغرب في مدينة أغمات، وقد تحدث شعرا عن هذه المأساة وانتقال الإنسان من حياة القصور والرفاه إلى حياة البؤس واليأس والفقر. سنترك التفاصيل للقارئ، لن نحرق الكتاب، ولكن في سؤال: ما رأيك في الاهتمام في الفترة الأخيرة من جل الدول العربية باللغة العربية؟ وما هو اقتراحك؟ وما هو اقتراحك؟ اللغة العربية لها تاريخها، فهي حاملة لحضارة، فهناك من الأفعال في اللغة العربية ما يزيد عمرها عن 40,000 سنة، وبالتالي فهي لغة متجذرة في التاريخ ولغة حاملة لحضارة كبرى. ويكفي أن الإنسان يعيد النظر في الحضارة العربية الإسلامية وما قدمته، ويكفيها فخرا أنها فتحت أول مدرسة عالمية للترجمة أو حوار الحضارات في بغداد في عصر المأمون، وكذلك في طليطلة في إسبانيا. فالحضارة العربية الإسلامية عبارة عن جسر يمتد بين العديد من الثقافات. تقول الحضارة العربية الإسلامية، تقول الحضارة الهندية، تقول الحضارة اليونانية، تقول الحضارة الفارسية، تقول حتى الحضارة الأوروبية في عصر النهضة التي اعتمدت اعتمادا كليا على ثقافة الأندلس. وبالتالي فهي اللغة العربية هذا الحامل الكبير والذي بقي أثاره حتى في اللغة الأوروبية اليوم، يعني خاصة اللغة الإنجليزية فيها أجل من 5,000 كلمة باللغة العربية. نعم، خاصة اللغة الإنجليزية الكثير من الكلمات مأخوذة من اللغة العربية. في كل اللغات الأوروبية موجود فيها، وخاصة اللغة الإسبانية. اللغة الإسبانية لازالت تحتفظ بأكثر من 5,000 كلمة استعصت على اللغويين الإسبان أن يقتلعوها من القاموس، من قاموس اللغة الإسبانية. وأما في اللغات الأوروبية تقريبا في الدكتور عبد الله حمادي. دكتور عبد الله حمادي، شكرا لك على هذه المداخلة النيرة، نشكرك ونتمنى أن تكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. إلى اللغة العربية، حيث أوصت مؤتمر اللجنة الفنية المشرفة على إصلاح التعليم في موريتانيا باعتماد العربية لغة التدريس في المواد العلمية بدلا من الفرنسية في البلاد. جاء ذلك ضمن توصية التقرير الختامي لمؤتمر اللجنة الفنية المشرفة على إصلاح التعليم الذي انعقد في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري. وأوصى المشاركون في اللجنة وفق توصيات التقرير الختامي للمؤتمر بأن تكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ العام 1999 لتدريس المواد العلمية. يعتبر تاريخ الجزائر الثري محل اهتمام عديد المؤرخين والباحثين المحليين والأجانب، ما جعلهم يكتبون مئات الكتب والمراجع المتعلقة بمختلف محطات تاريخية التي مرت بها الجزائر. تفاصيل أوفر في هذا التقرير. تاريخ الجزائر بأقلام فرنسية. عندما يكون الاعتراف سيد الأدلة، كتابة تاريخ الجزائر لم تكن حكراً على المؤرخين الجزائريين وبعض الأسماء العربية فحسب، بل ساهم فيه العديد من الكتاب الفرنسيين ممن أرخوا لفترات هامة، بخاصة الحقبة الاستعمارية، فكانت كتاباتهم أحسن اعتراف عن جرائم فرنسا، وهنا يكون الاعتراف سيد الأدلة. عارنا في الجزائر
كتاب تناول فيه المفكر والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر، إذ يتحدث بشجاعة عن الوضع الاستعماري في الجزائر، وسجل فيه سلبيات السياسة الاستعمارية لفرنسا وأثره على قيم الحرية. الكاتب سارتر بعد أن كان مدافعاً محباً لبلاده فرنسا، تغير حبه نتيجة لما عاينه من جرائم في حق الجزائريين. شارل روبر يعد أحد المتخصصين في تاريخ الجزائر والحقبة الاستعمارية الفرنسية، ناقش رسالة دكتوراه تحت عنوان الجزائريون المسلمون وفرنسا. له 9 مؤلفات أشهرها تاريخ الجزائر المعاصر والجزائر الجزائرية من نابليون الثالث إلى ديغول. جيرمان تيون من الكاتبات اللائي اهتممن بالتاريخ الجزائري. قدمت الباحثة للجزائر أكثر من 150 صورة أخذتها خلال عملها بجبال الأوراس في الحقبة الاستعمارية. خلال حرب الجزائر نددت الكاتبة تيون بأعمال التعذيب الممارس آنذاك ضد الجزائريين، وأصدرت منشورات تحكي قصصا تاريخية من قلب الأحداث التي عاشتها. تعتبر هذه المؤلفات غيظاً من فيض من عديد المؤلفات التي كتب فيها المفكرون الفرنسيون عن همجية الاستعمار الفرنسي في الجزائر، فشهد بذلك شاهد من أهلها، فلتعترف فرنسا. إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية أخبارية الثقافية. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.